شاء الله. الله. كابتن عادل، تعادل مزعلني، يعني تعادل بطعم الخساره، ولكن زي ما قلنا لسه المشوار بدري، ولكن احيانا الماتشات اللي هي زي ديت تحسم لك حاجات كتير من بدري، لازم تستغل الموقف ده. بص يا كابتن، خلينا نتكلم بايجابيه بقى، بمعنى ايه الحاجات اللي ممكن ادت لانك انت المستوى يقل شويه، وايه الحاجات اللي ممكن تنفعك فيما بعد، نقاط محدده تعدل الفرقه. اول نقطه، لازم يبقى في تثبيتين. خلينا نتكلم بواقعيه، ثبت التيم علشان اللياقه البدنيه والفينشنج والحاجات دي. ليه؟ لما بتثبت التيم اللعيب بيلعب كتير، فبياخد الثقه، فممكن قراراته في التفنيش يبقى كويس. مش هثبت نفسي وانا بثبت نفسي، ده انا لازم اجيب جون علشان. انت شايف يا كابتن عادل ان الثقه هربانه من البعض جوه الملعب؟ خليني اكمل لك انا الاسباب كلها. ماشي. السبب الاولاني انك لازم تثبت التيم، وتثبت التيم كويس، بمعنى انك تجهز اللعيبه تجهيز يلعبوا فتره طويله قوي، وتستحمل اللاعب شويه علشان يديك قدام. دي واحد. اكمل بس الحاجه دي. اتنين بقى، حتى التغييرات يبقى في اضيق الحدود للاصابات. ليه؟ ان التلت الاولاني من الموسم، انت قصدك تغييرات في التشكيل؟ في التشكيل. هاي. يعني التلت تثبته. أيوة. وكمان التغييرات اللي جواه بتبقى باضيق الحدود. أيوة. ليه؟ لان التلت الاولاني من الموسم دائما معروف عند المدربين كلهم، ده تلت الاستكشاف، او بالمعنى الاصح بطريقه لعبك انت بتستكشف، بتدي اللعيبه فرصه طويله قوي علشان ده اللي هيكمل معاك طول السنه كاساسي ولا مش اساسي. كتير من اللعيبه لما تحطها في بروازها، بالمعنى كره القدم، انك انا احتياطي وانت اساسي، برتاح كمدرب. ليه؟ علشان اللاعب اصلا اللي بينزل يبقى عنده ثقه. يعني اول ماتش لشادي حسين جاب الهدف الاولاني اللي هو رجع بظهره وحطها، كان يجب انه يكمل. ليه كمل؟ لانه الراس حربه ثقة. ممكن ما يبقاش لعيب كويس قوي، ولكن من ثقته بنفسه يبقى هداف. انا مش بتكلم على شادي، انا بكلمك على سمات الموقف نفسه او الراس حربة. في حاجة تانية مهمة جدا، المواقف الثابتة بتاعة الفريق. انت النادي الاهلي بيجيلك اكتر من 15 كرة ثابتة ما بين كورنر وما بين فاولات على الجناب، ما بنستغلهاش. ده الطبيعي لانك فرقة كبيرة، لازم تدي وقت كمدرب للكور الثابتة كتير فوق ما تتخيل. ليه؟ لانه ممكن الموقف يتحل بكروس، بكورنر، بفاول جنبي، ببنالتي، بقاوت. ما هو ده كرة القدم. كرة القدم عبارة عن، يعني المفترض انك انت كمدرب بتخلق فرص للاعبين ان هم يروحوا على الجون. واحد. اتنين، اللاعبين نفسهم يا كابتن ايمن لما انت بياخدوا الفرصه ان هم يجيبوا هدف، ممكن بتساعدهم من الناحيه الجماعيه وتساعدهم من الناحيه الفرديه، مهاره اللاعب. وبعدين بتساعدهم كمان حاجه مهمه قوي فوق دي، الكور الثابته. الكور الثابته مهمه جدا كلاعب كفريق انك انت تستغلها. المواقف بتاع الفينشنج على الجون لازم كمان يبقى في تدريبات فرديه كتير. بس انا عايز اقول لك حاجه في النقطه دي، والكابتن بلال يمكن يتكلم عليها. هو اكيد دي مش سايه عن اي مدرب. لا مش فاهمني. يعني لا عادل، انا عايزك تقول لي حاجه. كمل دي. اتفضل. تكمل يعني بس. تكمل لي في حاجه. اتفضل. احنا دلوقتي الفرق كلها بتلعبنا زي ما انتم شايفين 7 ورا. كويس؟ 8 ورا. احنا هنحلها هجومين ازاي؟ ما انا هقول لك. ما هو انا بالمواقف الثابته وفرصه للتهديف. الفردي فرصة للتهديف، الجماعي فرصة للتهديف. كل ده يتأتى لما يجي اللاعب ذهنيا صافي، عارف انه هيلعب. انا بكلمك. بص يا كابتن عادل، انا بس معلش، انا مش مختلف معاك، بالعكس مش مختلف معاكم في الحاجات دي كلها. ولكن انا بكلمك ناحية تدريبية بحت. ايوه انا عارف طبعا. انا مش دعوة بقى. ايوه لا 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 انا بتكلم
سوء يعني مزبوط. يعني في علم التدريب كده صح ماشي معاك، انك انت الفرق الكبيره ليها سماتها وصفاتها ماشي. انا راجل مسكت فرق كبيره ماشي واشتغلت في دوري قوي، فانا لما كنت بمسك الفرق الكبيره كنت لازم اول حاجه الثقه باللعيبه، ثقه اللعيبه لازم تكون موجوده 100% ماشي. لانه اكمل دي بس يا كابتن، لانها مهمه. ما اكمل معاك، انا اقول لك انت كنادي كبير بتتعرض للزون الديفنس اللي بيتكلم عليه الكابتن شريف كويس، انت ممكن فرصه خلي بالك واحده ده مش جديد، ده كلام الراجل وقاله كذا مره. انا هقول لك، ما هو بص يا كابتن، انا اتمنى، انا لما باجي انا بترجمها شغل، بمعنى ايه؟ انا مش بتكلم على الراجل، انا بقول لك انا أيوة. انا بعمل ايه؟ اعمل 100 كوره للعيب على الجون، بحسب له من اول ال 90 كوره في التدريب، انا بكلمك في التدريب، لان عمر ما لعيب بيلعبها وهو سهل وهو مرتاح، لازم بعد 60 70 كوره وانا بشتغل فردي احسب له النسبه بتاعته، علشان لما يجي هيلعب كوره على الجون في الماتش لازم بيبقى الباور بتاعه اقل، بيتعب الحاجات دي، التكنيك بتاعه لازم بيبقى فيه خلل شويه لان في مجهود. انا بتكلم على الشغل الفردي، العالم كله بيشتغل كده. انا مش هقول لك ان كمان اللعيب اصلا لازم ياخد الثقه من التدريب دي، انا ماليش دعوه، اكيد بيعملها، بس انا بتكلم على الزياده كتير قوي فيها لازم تتعامل. الحاجه الثالثه المهمه الشده شويه، يعني الشده على اللاعب، بمعنى ان لازم يبقى فيه شده قويه جدا، اللعيب يتعود زي ما بياخد كويس يتشد عليه كويس، واكيد دي بتحصل كتير انا عارفها. بس شوف انا النهارده عجبني، اهم ما في الموضوع اللي عجبني النهارده جمهور النادي الاهلي، بص انا في المباراه دي كلها طلعت بحاجه واحده ماشي. انه ده جمهور عظيم، معاك لاخر ثانيه، معاك للصفاره، مش هو اللي بيرجعك للماتش، مش هتلاقي حد كده، هم اللي رجعونا للماتش، مش هتلاقي جمهور كده، ده الجمهور بيقلب على الفرقه بتاعته في... انت جمهورك الى اخر ثانيه عنده ثقه فيك لانك انت عملتها معاه وبتعملها معاه. شوف اللعيبه، بص بقى انا هتكلم على، عاوز اكمل والله فكرتي يا كابتن وبعدين اتكلم براحتك، اتفضل يا كابتن، علشان الموضوع ده انا من جواه مضايقني كتير. شريط الحياة الإنسان بتعدي قدامه، أنا بقول للعيبة خلي بالكو إنه الأداء في النادي الأهلي لازم يبقى، إحنا قلنا عليه كويس وقلنا اتحسننا وقلنا لأ إحنا المفروض الأقوى والأحسن، فأنت لازم تنزل الملعب. أنا مش محتاج منك إلا حاجة واحدة، النصر والهزيمة من عند الله، أنا ما بتدخلش فيها، ربنا العادل بيديك لما تجتهد وتموت نفسك. انا بقول لك اديني روح النادي الاهلي والناحيه الفنيه هتجيلك، بس اديني روح فلنه النادي الاهلي بس اللي بتخوف وبترعب. ايوه الجمهور مرعب بتاعنا، ولازم اللعيبه كمان جوه الملعب يبقوا شرسين جدا، يعني شرسين بمعنى الكوره اللي هم ما يسيبوش كوره، يعني ما يا انا في اخر خمس دقايق انا لازم اشوف اللعيبه بتجري عشان تجيب الكره من بره وتلعب، دي اللي تهمني. ماشي اتفضل يا كابتن.